السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض إن شاء الله منهج ثالثة ثانوي، ونقول في البداية ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن شاء الله تكون بداية كويسة. اللي منهج هيكون بإذن الله سهل جدا جدا. أهم حاجة يا جماعة نحفظ الكلمات كويس. الكلمات بالنسبة لطلاب الأونلاين أتابعها يا إما شخصيا يا إما بالسكرتير أو السكرتيرة. لازم هيتابعوا كل طالب حفظ كلمات ازاي، لازم هيسمعوا على كل طالب، ده مهم جدا. بالنسبة للوحدة الأولى يا جماعة بتكلم عن الرياضات، بتكلم عن الرياضات. لازم مطلوب منك كطالب تبقى عارف كل رياضة، ركز معايا، كل رياضة مثلا زي الرياضات دي، مثلا كرة القدم محتاجة ايه وبتتلعب فين. طبعا دي كانت هدية من المؤلف مس محمد البيلي اللي هو البانر ده، يعني محتاج كل رياضة تعرف شكلها كويس. عشان كده انا مقتنع بشيء مهم جدا. ايه هو؟ ان انت لازم تكون حافظ شكل الرياضة. لما تكون حافظ شكلها تقدر تعرف هي محتاجة ايه، مش مجرد حفظ كلمات، حفظ جدول بس. الجدول موجود في الكتاب مفيش مشكلة، بس الصور مهمة جدا. مثلا لما تعرف شكل كرة القدم، كرة القدم او الرجبي، لما اقول لك الرجبي محتاجة ايه، لما تكون عارف شكلها كويس تبقى عارف انها محتاجه كره رجلي، اللي هي كره عامله زي الشمامه كده، وتتلعب برده فين، في الملعب. ده الكلام ده لما تكون انت فاهم الرياضه. عشان كده انا مقتنع جدا 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 بان انت الرياضات لازم تكون عارف شكل كل رياضه. كل رياضه لازم تبقى عارف شكلها كويس، مش مجرد انك حافظ بس. عشان كده الفيديو ده منقسم لجزئين. الجزء الاول فيه هنقرا الوثيقة الأولى الخاصة بالمنهج. الوثائق بتاع سنة ثالثة يا جماعة غير وثائق أولى وثانية. وثائق أولى وثانية ممكن يعني ما يجيش منها حاجة خالص في الامتحان عادي، أما وثائق سنة ثالثة هي أفكار رئيسية بيخرج منها الوثائق بتاعة آخر السنة. عشان كده هنمسك الوثيقة الأولى وهنجيب كشكول ونكتب الكشكول بتاعنا اللي هنكتب فيه. هنكتب تحليل الوثيقة الأولى. هنكتب إيه؟ تحليل الوثيقة الأولى. وهنطلع التعبيرات المهمة اللي في الوثيقة وهنكتبها وهنذكرها كويس. ده الجزء الأول. الجزء الثاني بقى خاص بإيه؟ خاص بالرياضات. هجيب لك شكل لكل الرياضات اللي عليك، شكل لكل الرياضات اللي عليك. أنت بقى من خلال الشكل ده هتعرف اسم الرياضة. دلوقتي بالعربي عادي مفيش مشكلة، كده كده الحصة الجاية هتتحفظ بقى بالفرنساوي، بس على الأقل تبقى فاهمها كويس. هتبقى عارف اسم الرياضة، المعدة ايه بتاعت الرياضة، الزي ايه، وفي نفس الوقت المكان بتتلعب فين. تمام؟ طيب يبقى المطلوب منك انك تركز جدا في الفيديو ده. فيديو مش طويل، هو كتير نص ساعة مثلا، ولكن يتطلب منك انك ايه، تكون ماسك ورقة وقلم وتكتب معايا اللي هنقوله في الجزئين دول. الجزء الاول هو الوثيقة بتاعت الوحدة الاولى، وثيقة خاصة بالرياضة طبعا، والجزء الثاني هو خاص بالرياضات المختلفة. طيب امال الحصة الجاية بقى، الحصة الجاية بقى هنشرح قاعدة الدرس. قاعدة الدرس الأول هنشرحها، قاعدة سهلة جدا وحلوة جدا وجميلة في الأسئلة. أي طالب يعني كان مقصر في أولى وتانية ما يجلكش، منهج ثالثة هتلاقيه سهل، ما تجلكش، سهل جدا بإذن الله. وهنحل عليه تمارين كتير جدا، وزي ما قلت لك هنحل من كذا كتاب. هنحل من كتاب بونسوار، وهنحل من كتاب برافو، وهنحل من كتاب ميرسي. ثلاث كتب هنحلهم في كل درس. كل قاعدة هنمسك الدرس بتاعها ونحل في الثلاث كتب. تمام كده، خلاص كده. نروح بقى نشوف الجزء الأول الخاص بالوثيقة، زي ما قلنا بالوثيقة والرياضات. وفي نفس الوقت لو انت عندك مشكلة كلمني على الخاص، قل لي أنا مثلا مش فاهم جزئية كذا، أو مش فاهم الرياضة كذا، أو الرياضة دي محتاجة إيه، أو بتتلعب فين. أي سؤال عندك اسأله على الواتساب، أنت عارف رقمي 0149472116، 49 47 216. ابعت لي أي سؤال أو استفسار أنت محتاجه، بس طبعا ما تبعتليش على سؤال خاص بقاعدة الدرس، لأن قاعدة الدرس لسه هنشرحها بإذن الله. إمتى هنشرحها؟ الحصة الجاية. قاعدة سهلة جدا خاصة بالرياضات برضه، لازم تكون الجدول ده فاهمه كويس جدا جدا جدا.
نروح دلوقتي للجزء الاول وهو الخاص بالوثيقة بتاعة الوحدة الاولى. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح دلوقتي لجراية الوثيقة الاولى وتحليلها. عايزين نحللها ونطلع منها التركيبات المهمة اللي تنفعنا في اي امتحان ان شاء الله نجابله باذن الله. الوثيقة دي بتكلم عن ايه؟ الوثيقة دي عبارة عن بنت اسمها ماريو هتزور صاحبتها اسمها شارلوت. هتروح تزورها مش عشان زيارة كزيارة يعني، ولكن هتاخدها وتودي وتروح ويروح مع بعضيهم يلعبوا هاند بول او يروحوا التدريب بتاع الهاند بول في الجيم. ولما نقول جيم يبقى اقصد بيها صالة الجيم، لان احنا دماغنا دايما بتروح للجيم اللي هو خاص بايه؟ الجيم اللي احنا بنشوفه ده الخاص بتقوية الجسم والكلام ده. لا، يقصد بالجيم يا جماعة اللي هي الصالة المغطاة، الصالة اللي فيها العاب زي الباسكت وكرة اليد، الصالة الكبيرة المغطاة. تمام. وهي بتخبط على الباب فتح لها اخو شارلوت اسمه ريتشارد. قال لها سالو. فماريو قالت سالو شارلوت ايلا، يعني شارلوت موجودة هنا. لا يعني هنا نكتب كلمة لا تترجم بمعنى هنا او هناك عادي، هي معناها الاساسي هناك، ولكن في بعض الصيغ في اللهجه العاميه كده تترجم بمعنى هنا، مفيش مشكله. يبقى اول حاجه نكتبها في التحليل بتاع الوثيقه الاولى، امسك قلم واكتب معايا، هنكتب كلمه لا معناها هنا او هناك على حسب سياق الجمله. هنا بيقول لها شارلوت إلا، يعني شارلوت موجوده يعني. فريتشارد قال ايه؟ وي الي دان سا شامبر، هي داخل حجرتها. Elle se prépare، هي بتستعد. شارلوت سي ماريون، يا شارلوت ماريون عايزاكي. طيب عندنا كلمة سي بريبير، سي بريبير دي وننطقها الأفضل سي بريباري، بريباري. سي بريباري هنكتبها في الأول زي ما هي كده قدامك، بس هحط لها حرف الار في الآخر. اكتب سي بريباري. معناها ايه سي بريباري دي بقى؟ معناها يستعد، معناها يستعد. سيبك من يجهز نفسه لبوجهه، هي معناها يستعد. وبعد ما نكتبها نكتب بريباري بس. بريباري معناها ايه بقى؟ معناها يعد. هتفرق يا ميسيو؟ ايوه هتفرق كتير جدا. يجي لك في المواقف يقول لك ايه؟ او في القواعد، المدرب نقط اللاعبين. هنختار سي بريباري ولا بريباري؟ طبعا وانصرفها طبعا هتبقى بريباري اللي هي يعد. المدرب يعد اللاعبين. اما لما اقول اللاعبين نقط في النادي يبقى هنا هتبقى سي بريباري، يستعدوا. طيب شارلوت ردت من جوه قالت اونتر، ادخلي يا ماريون. جريف انا جايه. ماريون قالت مي تي ني با بريت، بريت يعني جاهز، جاهز او جاهزه. هو انت متجهزه ولا ايه؟ شارلوت قالت لها سي سي، يعني بلا بلا. اتون، استني. Je prends mon sac de sport. هاخد بس شنطة الرياضة بتاعتي. إيمون مايو والزي الرياضي. إيجي دي سوند ونازلة. ريتشارد قال أوه لالا. ما سور أختي لا شامبيون دو ريتارد. اكتب التركيبة دي بسرعة. اكتبها. لا شامبيون دو ريتارد يعني بطلة التأخير. هتجيلك كتير في المواقف إن شاء الله. لا شامبيون دو ريتارد بطلة التأخير. vous allez jouer au hand، هو انتوا رايحين تلعبوا هاندبول؟ ماريو قالت وي اون فا ا لانترينمون، احنا رايحين التدريب. او جيمناز، رايحين التدريب في الجيم. بعد كده شارلوت ريمون بويديسون، يعني طلعت ودخلت تاني. ماريو قالت لها شارلوت كاسكي تي في، بتعملي ايه؟ شارلوت قالت اتون، استني. جو في شيرشي، انا ببحث عن ان سيرفييت الفوطه دون لا سال دو با في الحمام. اجريف وجايه. ماريو قالت لها او لا لا ديبيش توا، اكتب يا جماعه كلمه ديبيش توا. ديبيش توا يعني اسرع، هنا معناها اسرعي، تركيبه مهمه اكتبوها. ديبيش توا اسرعي. اون فا اريفي اون روتارد، هنوصل متاخرين. هنيجي عند الروتارد دي ونقف ونقول تركيبتين مهمين جدا خدناهم في سنة تانية خاصين بكلمة التأخير.
هنكتب اول حاجه اتر اون روتارد. اتر اون روتارد يعني يتاخر للانسان للعاقل. اتر اون روتارد يعني اقول علي يتاخر، يبقى علي للاي سي تي يعني اون روتارد علي متاخر. طيب لو هقول القطار تاخر، لا ما ينفعش تستخدم اتر بقى، اسمها افوار دو ريتارد. افوار دو ريتارد يبقى لو تران ما اقولش ايه، اقول بتاعت افوار دو ريتارد يعني تاخر. فبتقول لها دي بشتوا اسرعي، اون فاري في اون روتار، هنوصل متاخرين. لانترينور ني فا با اتر كونتون، المدرب مش هيكون سعيد. هنكتب كلمه كونتون معناها سعيد، وهنكتب تحتيها كلمه مي كونتون، نحط قبلها ام او ام اي يعني مي كونتون يعني غير سعيد. شادو جيت فوالا، اهو جي سوي بريت، انا جاهزه. قال ليه يلا نكتب بقى التركيبه اللي جايه دي. اريت دورالي، اخر ثلاث كلمات دول اريت دورالي يعني كف عن التذمر والغضب، يعني كفايه عصبيه ما تعصبيش، خليك هادي كده زي ميسي محمود هادي. صح ولا غلط يا عيال؟ انتوا عارفين طبعا هادي جدا. اريت دورالي كف عن الغضب. ده النص الاول بتاع الوثيقه، عليه بعض الاسئله الخفيفه كده. فبيقول مثلا ماريو اي دوفا لا ميزون دو نوغات، ماريو قدام بيت مين؟ قدام بيت مين؟ سون اونكل؟ لا طبعا. ساكوبين تحتيها في الاول، سون انترينور مدربها؟ لا طبعا. ساكوبين صاحبتها؟ ايوه هي دي. ولا ساجرا مير جدتها؟ لا ساكوبين صاحبتها. اثنين شارلوت اوبلي لا سيرفييت دون، نسيت الفوطه فين؟ لو سالون؟ لا. لو جيم؟ لا. لا سال دو بان في الحمام. ثلاثه ماريون اي شارلوت جو بيلعبوا باسكت بول؟ لا. هاند بول؟ ايوه. أربعة شارلوت اي توجور، شارلوت دايما أكيد مش جاهزة، بريت الأولى غلط. ولا اللي تحتيها اون افونس يعني جاية بدري، ولا ألور يعني تجي في الميعاد، ولكن اون روتارد يعني دايما متأخرة. شوف أهي قال لك اي اس تي اللي هي أتر اون روتارد، التركيبة اللي لسه جاي لنا حالا. خمسة شارلوت فا سانترينور، هتتدرب ألابيسين؟ لا طبعا. وجيمناز صح كده. ستة لانترينور فا اتر، المدرب هيكون نقط دو شارلوت، هيكون كونتون سعيد. التانية نمرو بي غلط طبعا، ولا رافيل يا سعيد ولا أورو، ولكن الأولى مي كونتون يعني غير سعيد، هتبقى الأولى. الوثيقة التانية ماريون بتقول لها طبعا ابري لانتريمو ماريون فا شيرشي شارلوت، بعد التدريب ماريون قاعد تدور على شارلوت مش لاقياها، اتريها راحت تريح شويه، بنت كسلانه نحسانه راحت تريح شويه فين؟ في غرفه خلع الملابس. فماريون بيقول لها مي كاسك تي في، بتعملي ايه؟ تي بونس دورمير او كوا، انت عايزه تنامي هنا ولا ايه؟ شارلوت قالت لها نو جريت جريت، لا انا هقف اهو خلاص. ماريون قالت نو جو دوا بارتير، لا انا لازم امشي حالا. جي رانديفو افيك ناتالي، انا عندي ميعاد مع ناتالي صاحبتها. سيزور الساعه 6 تي فو فينير، عايزه تيجي معايا؟ قلت لها نو جو بو با، لا استطيع. جو دوا زالي شي مي جران بارون، لازم اروح عند اجدادي. ماريو قالت لها دي لور بونجور دو ما بارت، هنكتبها الجمله دي دي لور بونجور دو ما بارت، يعني بلغيهم سلامي سلم عليهم. دي لور بونجور دو ما بارت يعني بلغهم السلام. وهنكتب كمان بعدها الور يعني اذا، وهنكتب كمان بعدهم اوفيت يعني في الواقع، ورا بعضهم كل ما هو. يبقى هنكتب دي لور بونجور دو ما بارت يعني بلغهم السلام، وهنكتب الور يعني اذا، وهنكتب اوفي يعني في الواقع. ناتالي فو فير دي جودو لو سوميدي، ناتالي
عايزه تمارس جودو يوم السبت. كاسك تيون بون رايك ايه؟ جيلوي دي وي، اقول لها ماشي يعني تيجي معانا. شارلو قالت بوف مو ساني ميديريا، اكتبوا التركيبه دي مهمه جدا. ساني ميديريا يعني هذا لا يهمني، هذا لا يعني لي شيئا، انا لا اهتم بذلك، او بمعنى صح معناها باللهجه العاميه بتاعتنا فكك. اكتبها فكك، ايوه اكتبها فكك، كبر دماغك. بون اتوموا استنيني 5 مينوت، 5 دقائق. جيمي دوش جاريف، اخد دوش بس وبعد كده اجي معاك. قلت لها او الي ديجا 5 كور ادومي، ساعه عدت 5:30 يا استاذه. قلت لها الي سيلتو بلي جيمي دبيش، يلا خلاص انا بستعد اهو. دي الوثيقه ودي اهم النقاط اللي فيها. دلوقتي نروح للجزء الثاني اللي قلنا اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو، وهو الخاص بالرياضات. ركزوا معايا، الرياضات دي كلها ان شاء الله هنتكلم عنها، بس نروح للجدول الاول. الجدول فين؟ الجدول اهو، الجدول اهو، ركزوا معايا كويس. ده الجدول يا جماعه اللي فيه الرياضات اللي احنا المفروض نعرف الرياضه بتتمارس فين والزي ايه والمعده ايه. وانا زي ما قلت في اول فيديو مقتنع تماما ان انت لازم تكون عارف صوره في دماغك للرياضه عشان يبقى سهل عليك تستحضر المكان والمعده. طيب اول رياضه مكتوبه عندنا هي الرياضه اللي هنا ايه؟ فوتبول يعني كره القدم، رجبي ترجمهم عندك في الكتاب، رجبي اللي هي كره الرجبي، هاند بول كره اليد، فولي بول كره الطايره، باسكت بول السله، بوكس الملاكمه، بينج بونج تنس الطاوله، جودو كاراتيه، جيمناستيك الالعاب البدنيه، تنس بادمنتون تنس الريشه، سيكليزم ركوب العجل، كورس السباق، سكالاد تسلق، باتيناج وسكي وسنوبورد وباتانا جلاس كلهم تزحلق على الجليد، سكات تزلج، بيتانج الكره الحديديه، ناتاسيون السباحه، اكويتاسيون الفروسيه، جولف الجولف، سيرف ركوب الامواج، تيرا لارك اللي هو رمي السهام. طيب عايزين ندور على الفوتبول اول رياضه عندنا. ادي الفوتبول يا جماعه، كلنا عارفين شكل الفوتبول بالذات لان من ساعه محمد صلاح كمان ما ابتدى يشتهر واصبح اولاده وبناته وكبار وصغيرين كله عارف يعني ايه كره القدم. كره القدم اهي دي شكلها. لما يقول لك محتاجه ايه المعده بتاعتها؟ بالون، بالون اللي هي الكره الكبيره. كره كبيره يعني ايه؟ يعني بالون. وتتلعب فين؟ في الاستاد، او كلمه اسمها تيران، تيران يعني ارض الملعب، تيران. دي كره القدم تمام، ودي شكلها، دي الكوره اهي نفسها. لما يقول لك كره القدم محتاجه ايه؟ يبقى محتاجه بالون. حلو، نروح بقى للرياضه الثانيه. دي الرياضه الثانيه اسمها الرجبي، رياضه الايه؟ الرجبي، كره القدم الامريكيه. دي تتلعب يا جماعه بالقدم وباليد، وما فيهاش قوانين يعني، العنف فيها متاح، عشان كده بيلبسوا ساعات غطاء للراس كده عشان يحموا بيه راسهم، ويمسكها بايده الكوره عادي جدا او برجله، اهم حاجه يروح يوصلها للمرمى باي شكل من الاشكال. دي اسمها ايه بقى؟ رجبي، الرجبي. طب شكل الكوره بتاعتها اهي، شكلها عامل زي الشمامه، بالون دو رجبي، اسمها بالون دو رجبي، كره القدم بالون بس، اما دي اسمها بالون دو رجبي. طيب الرياضه اللي بعد كده، دي رياضه الهاند بول، كره اليد. كره اليد لما اقول لك تتلعب فين؟ في الجيمناز، صاله الجيم، صاله الالعاب، صاله الالعاب اسمها جيمناز. طيب ومحتاجه ايه؟ محتاجه بالون برضو، كره كبيره زي كره القدم بس يعني كره اصغر شويه بس اسمها بالون برضو، ومحتاجه شبكه عشان هجيب فيها الجون اهو، مرمى. تمام دي كره اليد فهمت خلاص. طيب دي بقى اسمها ايه؟ كره الطايره، الفولي بول. الفولي بول ده محتاج شبكه، اللي في النص دي شبكه يعني فيليه يعني شبكه، ومحتاجه برضو كره كبيره بالون. شوف الكره كده بتستخدم في كذا حاجه. طب هنا بقى دي باسكت بول، كره السله. كره انا عارف ان في ناس عارفه الكلام ده كويس جدا، بس في ناس برضو مش عارفاه. دي كره السله
محتاجه كوره كبيره برضو، ومحتاجه حاجه اسمها بانيير. بانيير يعني ايه؟ بانيير يعني الباسكت نفسه اللي بندخل فيه، دي اسمها سله اللي بندخل فيها الكوره. طيب عندنا بعد كده البوكس، دي الملاكمه واضحه جدا، اعرف شكلها كويس. يبقى لما اقول لك محتاجه ايه، اكيد محتاجه القفاز الجوانت ده اسمه جوانت، ومحتاجه الخوذه عشان راسك ما تعورش يعني كاسك. طيب بعديها دي تنس الطاوله، بينج بونج. تنس الطاوله لما اقول لك، لما انت تكون مستحضر شكلها في ذهنك واقول لك محتاجه ايه، تجي محتاجه ايه؟ محتاجه ترابيزه طبل، محتاجه شبكه صغيره اهي قدامك اسمها فيليه، محتاجه كمان كوره بس كوره صغيره بقى هنا، كوره صغيره يعني بول، كوره كبيره بالون، اما كوره صغيره بول. تمام نروح بعد كده بوكس، ايه عفوا هنا الجودو، دي الجودو. الجودو مش مقيسين عليها غير حاجه واحده بس، اللبس اللي بيلبسوه. احفظ اللبس اسمه كيمونو، كيمونو هو زي بتاعهم اسمه كيمونو. الجودو ايه والكاراتيه اللي هو ده، زي ده والزي ده اسمهم ايه؟ اسمهم كيمونو. هيسالك فيه اول ما تشوف جودو ولا كاراتيه في المواقف، دور على كلمه كيمونو على طول، معنا تتلعب في الجيمناز عادي بس مش هيسألك على المكان، دايما السؤال على الرياضتين دول على الكيمونو. طيب بعد كده التنس، لعبة التنس اكيد كلنا عارفينها وبنشوفها في التلفزيون. الملعب اللي بيلعبوا عليه ده اسمه كورت، كورت دو تنس، وساعات كتب كورت بس يعني ملعب التنس كورت. طيب محتاجة ايه لعبة التنس دي؟ محتاجة بول كرة صغيرة، ومحتاجة راكت مضرب، ومحتاجة شبكة فيليه. شوف انت لما تكون فاهم اللعبه في دماغك تقدر تقول الكلام ده، مش تحفظه، فهمه. طيب بعد كده دي اسمها بادمينتون، كره التنس الريشه، واحد بيلعب قدام واحد بس الكوره شكلها مختلف اسمها فولاند. دي الكوره دي يا جماعه بتاع كره الريشه اسمها فولاند، فولاند يعني كره الريشه. ومحتاجه ايه؟ محتاجه مضارب اكيد وشبكه. يبقى الفرق بقى هنا ان كره التنس العاديه اللي هي دي، لا ده في كورت، ده في ملعب في الطبيعة عادي، ملعب عادي يعني. أما دي في صالة مغطاة، ملعبها في اسم يعني تتلعب فين؟ تتلعب في الجيمناز عادي، في صالة الجيم، والشبكة بتاعتها عالية لفوق. بص هنا الشبكة هنا واطية، دي الشبكة عالية، دي اسمها إيه؟ بادمينتون. بادمينتون يعني تنس الريشة، والكرة بتاعتها اسمها فولانت. افتكر على طول أول ما تشوف كلمة بادمينتون هيسألك على الفولانت، كرة الريشة. بعد كده عندك سيكليزم، ده اسمه سباق الدراجات. سباق الايه؟ الدراجات. ده بيتلعب في ارض مستويه عادي جدا على الطريق، تمام؟ او في البيست سيكلاب اللي خدناه في سنه ثانيه اللي هو ممر العجل، يعني طريق خاص للعجل. محتاجه ايه؟ لما انت تفتكر كده اكيد اكيد محتاجه عجله يعني فيلو، ومحتاجه كاسك لانك ممكن تقع ولا حاجه، يبقى خوذه. ومحتاجه باسكت برضو يعني حذاء رياضي. طيب بعديها كورس السباق، كورس ده السباق عادي بيتلعب بقى ساعات على في الطريق عادي، مفيش مشكله، ممكن حوالين الملعب، ولكن بيحتاج ايه؟ بيحتاج باسكت. اسئلته قليله شويه. طيب بعد كده اسكالاد، اسكالاد يعني ايه؟ تسلق الجبال. تسلق الجبال انت قول محتاج ايه؟ محتاج كورد، كورد يعني حبل، حبل عشان لو انت فلتت من الجبل يبقى في حبل يشيلك يسندك. طيب بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. بالنسبه للتسلق الجبال بيتلعب فين؟ في مونتاني في الجبل. دي بقى اسمها الباتيناج، ليه كذا يعني اسم، باتيناج او باتان اجلاس او سنوبورد، التزحلق على الجليد، وده بيحتاج الحذاء اسمه باتان. باتان ده اللي هو الحذاء بتاع التزحلق، تمام كده؟ دي اسمها ايه؟ باتيناج او باتانا جلاس او سنوبورد، وده اسمه باتان يعني حذاء التزحلق. طيب امال ايه ده بقى؟ ده اسمه سكي، سكي سكي، ده التزحلق على الجليد في الجبل. يبقى الفرق بين ده، ده عادي قدام الجمهور مش مشكله، في مولات عاديه يبقى في جزء مخصص للتزحلق، اما السكي اللي هو ده، ده في الجبل. يبقى لما اقول لك ده بيتلعب فين تقول الا مونتاني في الجبل، انما ده بيتلعب فين؟ ده في الباتينوار، باتينوار يعني ساحه التزحلق.
تمام. ده بقى اسمه ايه؟ ده اسمه سكات. سكات يعني ايه؟ تزلج. تزلج ده عادي في الطرق العادية بس اللي متظبطة يعني طرق حلوة زي بتاع أوروبا. إيه ساعات الشباب أساسا يروحوا يقضوا المصالح بتاعتهم بالرياضة دي. يعني اللوح اللي راكبين عليه ده اسمه سكيت بورد. سكيت بورد وليها مكان مخصص. أيوة ليها مكان اسمه سكيت بارك، ساحة تزلج. ولكن أحيانا الأوروبيين في بعض الأماكن كده يستخدموه في الشوارع بتاعتهم العادية. دي بقى اسمها البيتانك. يعني ايه بيتانك؟ يعني لعبة الكرة الحديدية، كور حديد كده اللي هي دي كرة تقيلة شوية وبتتقلب فيه أكبر من دي كمان، وبيشوفوا مين يبعدها أكبر مسافة. ممكن تبقى 5 متر 6 متر وهكذا. اسمها ايه؟ بيتانك. والكرة نفسها اسمها بول. بول. السباحة ناتاسيون، كلنا عارفين السباحة كويس، كلنا عارفين رياضة السباحة كويس، مش محتاجة شرح يعني. وبتتلعب فين؟ في البسين اكيد، ومحتاجه مايودو بقى. طيب الفروسيه بقى كده. الفروسيه هي كلنا برضو عارفينها، بتحتاج ايه قدامك؟ هو محتاج ايه؟ محتاج حصان شيفال، ومحتاجه برضو كاسك يعني خوذه عشان لو وقعت او حاجه. حلو جدا. طيب بتتلعب فين؟ بتتلعب في كذا مكان، بس اللي السؤال دايما بيجي على كمباني في الريف. طيب عندنا بعد كده دي رياضة الجولف بقى. الجولف رياضة يا سلام ممتعة وجميلة، تتلعب في بقى في الحديقة الكبيرة في البارك أو في التيران. والعصا دي اسمها عصا الجولف، تحط الكرة كده وبعد كده تبدأ تشوطها بالشكل ده وتروح تشوطها بعيد لحد ما تحاول توصلها في المكان ده. رياضة جميلة وممتعة جدا بس عايزة تركيز شديد جدا. العصاية اسمها كان. العصاية اسمها ايه؟ كان. طيب بعد كده عندنا ده اسمه ركوب الأمواج. ركوب الأمواج بيحتاج بلانش. بلانش اللي هو اللوح التزلج ده، اللوح اللي هو واقف عليه ده اسمه بلانش. وبتتلعب فين دي؟ ألامير في البحر. واخر حاجه عندنا هي تيرا لارك اللي هي رمي السهام في القوس. طبعا في قوس كده قدامنا بيبقى فيه دوائر، الدايره الصغيره اللي في النص دي اللي يجيبها ياخد 10 من 10. كل ما تبعد بقى كل ما الدرجه بتاعتك تقل، محتاج تركيز شديد لان وانت بتعمل كده بيبقى فيه هزه بسيطه جدا بتاثر في في دقه التصويبه. دي اسمها رمي السهام. دي يا جماعه الرياضات ان شاء الله نحفظها كويس، بس مطلوب مننا حاجه تانية بقى. مطلوب مننا نعرف الرياضه يا ترى دي فرديه ولا جماعيه. اولا هو ايه الفرق بين الفردي والجماعي؟ الفردي يعني انا مع نفسي كده فريق، اما الجماعي يعني الفريق مكون من اكتر من لاعب. يعني مثلا الرياضه اللي شايفينها دي ايه؟ رياضه فرديه، هي بتعتمد على نفسها بس، دي فرديه تمام. والجولف فرديه صح. شوف لما تكون فاهم اللعبه بقى تقدر تتخيل، مش تحفظ. الفروسية فردية برضو، أنا مع نفسي كده. السباحة فردية، هتقول لي لا ده مجموعة بتمشي مع بعضيها. أيوة هما بينافسوا بعض، مش فريق، دول بينافسوا بعضيهم. فما دام بينافسوا بعض يبقى دي فردية. كل ده فردي، أنا مع نفسي فريق، بنافس فريق تاني. نفس الكلام فردي، فردي، كل معظم الرياضات إيه؟ فردية. طيب فردية، كل ده فردي. نيجي عند دي بقى فردي برضو، هتقول اتنين بيلعبوا بعض، اقول لك ايوه ما هي دي، ما هو اتنين. هل الواحد فيهم فريق لوحده ولا لا؟ ايوه فريق لوحده. هل التاني ده يعني بيساعده عشان يكون رياضة جماعية؟ لا ده ضده، يبقى دي اسمها فردية. كل ده فردي، فردي التنس فردي، كل ده فردي. فردي البينج بونج، الملاكمه فردي. هنا بقى جماعي بقى، لان فريق كره السله كذا واحد، دي رياضه جماعيه. تلاقي جماعيه رياضات اقل في الرياضات الجماعيه اقل. بص دي جماعيه اهو، بص كم واحد، ده فريق، دي كمان جماعيه تمام. وطبعا الركبي جماعيه اهو، وعندك كره القدم رياضه جماعيه. ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله هتكون حصه مهمه جدا فيها قاعده الدرس الاول. قاعدة الدرس الأول
قاعدة مهمة جدا جدا جدا. ربنا يوفقكم. يلا سلام عليكم.